أئمتي إثنا عشر من حيدر للمنتظر، وقادتي هم سادتي خير البشر، وقادتي هم سادتي خير البشر. ينعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. أي نعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. ولسامر رأى نسج في عزاء المؤمنين، مذ تراءى في ثراها موكب الفقد الحزين. أي نعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. ولسامر نسج في عزاء المؤمنين، مذ تراءى في ثراها موكب الفقد الحزين. هللوا وليتم بعدين يا إمام المتقين، بعضهم يبكي وبعض لاطم فوق الجبين، بعضهم يبكي وبعض لاطم فوق الجبين. أي نعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. ولسامر نسج في عزاء المؤمنين، مذ تراءى في ثراها موكب الفقد الحزين. هللوا وليتم باد يا إمام المتقين، بعضهم يبكي وبعض لاطم فوق الجبين، بعضهم يبكي وبعض لاطم. بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، ونظرات أخيرة لجثمان الإمام. عجيب كيف يغدر بنو طه وحيدر، وهم للحق منبر وهم خير الأنام. بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، ونظرات أخيرة لجثمان الإمام. عجيب كيف يغدر بنو طه وحيدر، وهم للحق منبر وهم خير الأنام، وهم للحق منبر وهم خير الأنام. أي نعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. ولسامر رأى نسج في عزاء المؤمنين، مذ تراءى في ثراها موكب الفقد الحزين.
أي نعش في أكف الناس يجري كالسفين، وعليه الله صلى وبكى الروح الأمين. ولسامر رأى نشج في عزاء المؤمنين، مذ ترى في ثراها موكب الفقد الحزين، مذ ترى في ثراها موكب. هللوا وليت مباد يا إمام المتقي، هللوا وليت مباد يا إمام المتقي. بعضهم يبكي وبعضهم لاطم فوق الجبين، بعضهم يبكي وبعضهم لا. بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، ونظرات أخيرة لجثمان الإمام. عجيب كيف يغدر بنو طه وحيدر، عجيب كيف يغدر بنو طه وهم للحق منبار، وهم خير الأنام، وهم للحق منبار، وهم خير الأنام. بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، ونظرات أخيرة لجثمان الإمام. عجيب كيف يغدر بنو طه وحيد، وهم للحق منبار، وهم خير الأنام، وهم للحق منبار، وهم خير. يا ابن طه مثل ما غالوك يا رمز الطهارة، يا ابن طه عمد القوم لتهديم المنارة، يا ابن طه مثل ما غالوك يا رمز الطهارة، يا ابن طه عمد القوم لتهديم المنارة، يا ابن طه يا إمام الحق يا باني الحضارة، يا ابن طه حسبوك اليوم قبرا وحجارا، حسبوك اليوم قبرا وحجارا. بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، بدت تلك المسيرة بدمعات غزيرة، ونظرات أخيرة لجثمان الإمام. عجيب كيف يغدر بنو طه وحيدر، عجيب كيف يغدر بنو طه وهم للحق منبار، وهم خير الأنام، وهم للحق منبار، وهم خير الأنام. يا ابن طه مثل ما غالوك يا رمز الطهارة، يا ابن طه عمد القوم لتهديم المنارة، يا ابن طه مثل ما غالوك يا رمز الطهارة، يا ابن طه عمد القوم لتهديم المنارة، يا ابن طه يا
إمام الحق يا باني الحضارة يا ابن طه حسبوك اليوم قبرا وحجارا حسبوك خاب مسعاهم يا سيد الأمة نورك الهادي كم أرق الظلمة ظلمهم خاوٍ مهما افترى تهمة إنهم قاع أنى له القمة خاب مسعاهم يا سيد الأمة نورك الهادي كم أرق الظلمة ظلمهم خاو مهما افترى تهمة إنهم قاع أنى له القمة إنهم قاع